مثل الروح تبع الناس يعني. مو بس كوكبة الشرق، هي كوكبة الغناء كله. والله مغرم كثير فيها، بتذكرك بأيام يعني أيام حب، المشاعر، العواطف، يعني أيامات الحلوة، يعني بتذكرك أنت اللي كنت عايشة يعني. العصر الذهبي بيقولوا عليه انه قديم، يعني غنى قديم ما بينتسى يعني. يعني بتذكرنا بايام لما كنا شباب نسمع لأم كلثوم، قصة حب انا وزوجتي يعني قبل ما اتجوزها. جددتي حبك لي؟ في انساك، في لسه فاكر، امل حياتي، فات المعاد، هي اكثر شيء بحبها ورائعه جدا. قالوها بزمانه لأم كلثوم، قالوا لها ليش انت ما بتغني الا بعد الساعه 12؟ قالت له حتى يناموا المغفلين اللي ما بيفهموا بالطرب واللي ما بيفهموا بالفن.